قال علمت أن الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون، فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق. فلما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الذل والحقد، قال فمتى اللي بعدها ايه؟ قال له عرفت ان الناس يتعادون، كل واحد عدو بالسخ الثاني عدو. فلما سمعت قول الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لم تركت عداوة الإنسان ووجهت عداوتي كلها للشيطان.